المهرجان تيعطي واحد الدفعه لمدينه مراكش وتيعطي واحد الاشعاع، ومهرجان ناجح 100% بحكم الناس ديال مراكش تيسهروا عليه وتيعطيه واحد القيمه مضافه لمدينه مراكش، اي يزيد السياحه الى اخره. بيان سور جيت نشوف الممثلين حيت عززت عليا بزاف، وكانت امنيتي انني نشوفهم وتحققت دابا. شكون هما الممثلين اللي كنتي كتمنى تشوفيهم؟ عمر لطفي، ساميه اقريو، رشيد الوالي، الغاوي، كاين بزاف، هما كلهم عزاز علينا الصراحه، ولكن هادو المفضلين بالنسبه لي انا. انه فيستيفال عالمي كيجي ليه كل شيء، يعني ولا معروف، يعني ولات بحال مراكش كابيتال ديال الفن، بزاف ديال الناس كيجيو ليها. انتم ولاد هنايا ولا جيتو من شي مدينه اخرى؟ لا حنا ماشي ولاد هنايا. منين جيتو؟ حنا كاين من قلعه السراغنا، كاين اللي كل واحد منين جا غايشوف هذا الفيستيفال، حيت صراحه زوين. شكرا لك. حنا جينا من الشمال نشوفوا هذا الشيء المزيان. جيتو على لا؟ من الشمال. علاش جيتو؟ جينا نشوفوا هذا المهرجان الزوين. شنو كيعجبك في هذا المهرجان هذا؟ زوين كامل، الممثلين كلها زوينين. شكون هما الممثلين اللي تلاقيتهم؟ رشيد الوالي، سوريا جبران، الممثلين كلهم زوينين. تصورنا مع الجام ومع فركوس بحكم انه توا ساكن قريب ليا، والمهرجان راه يعني مهرجان ناجح 1000%. شكرا لك. تنتمنوا ليه التوفيق في الافاق ان شاء الله. شكرا.